فيليب جورج في التحرك الجميل، اللعب على المساحة، تونوريو تغير اتجاه، فرصة تاني، فرصة تاني، عملها تونوريو وسجل الثنائية، رفع رصيده ل 87 هدف تاريخيا مع نادي السد في عامه الرابع مع نادي السد النجم الكبير، ويسجل رابع أهدافه هذا الموسم وتاني أهداف نادي السد، لتصبح النتيجة 2-0 للسد على الريان. ولا تنسى عزيزي المشاهد أن صانع الهدف هو صانع الفرح، هو الفيلسوف، هو العبقري فيليب جورج، وكان الهدف بأقدام النجم الكبير تونوريو، وجماهير الريان تغادر استاد سحين بن حمد، تخرج من الملعب على اعتبار ان 2-2 فقط لا تكفي للعودة للمباراة، وجمهور السد فرحان، جمهور السد كسبان. شوف العبقري بيعمل ايه، شوف تغيير الاتجاه، شوف القوة والرشاقة، بعد ما لمها بيمينه حضرها بشماله عشان يفتح زاوية اللعب ويحرم سلمان بصبح من التهديف، ثم يسجل رابع اهدافه هذا الموسم ليصبح الهداف الاول للدوري القطري النجم الكبير، واربع